تاجر السعادة بيقول ان هو نزل شوكولاتة جديدة فيها 7 بندقيات وبماركتنج لنفسه ان هو اللي عاملها، منتج من منتجات تاجر السعادة، وعامل فيديو بيقول ان تعالوا جربوها وان هي جامدة جدا جدا وهتعجبكم الكلام ده. ان شاء الله ينول اعجابكم وان شاء الله نبقى قد ثقتكم فينا. فانا رحت تاجر السعادة وجبتها الواحدة ب10 جنيه، دي كده ب10 جنيه. فمعلش يعني يا تاجر السعادة لو ما طلعتش حلوة صباح الفل، صباح الفل دي بص ب10 جنيه تغرقني شوكولاتات يا صاحبي تغرقني. فايه انا قلت اجيبها ونجرب بقى ونشوف تفاصيل ونشوف الحاجه اللي هو بيقول عليها حلوه جدا جدا، نجربها ونشوف هل هي حلوه ولا لا. محفور عليها من ورا 7 بندقيات وهو بيماركتنج لنفسه ان كل شوكولاته فيها 7 بندقيات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 نوتس، 7 بندقات في شوكولاته واحده. فتعال نجرب ونشوف هل الشوكولاته جامده قوي ولا لا. بسم الله. بص شوكولاتة نظيفة، مش هقول لك لا، مش هقول لك لا حاجة تحت السلم، لا هي شوكولاتة نظيفة، ولكن هل الحتة دي تستاهل 10 جنيه؟ دي اللي هنا نقف ونتكلم عليها. يعني كشوكولاتة هي نظيفة جدا جدا، تمام البندق 7 بندقيات زي ما هو بيقول فعلا وباينهم لك في الشوكولاتاية، هو بماركتنج اصلا نفسه على المنتج ده ان هو فعلا في 7 بندقيات، فتمام ماشي قشطة جدا جدا. ولكن علشان انا اخد 7 بندقيات في شوكولاتاية ادفع 10 جنيه، دي اللي انا بتكلم فيها، دي هتبقى مستهلك 10 جنيه القطعة. القطعة دي 30 جرام ب10 جنيه. وانا كنت شايف ان هي مثلا كان اخرها 6 جنيه 7 جنيه، ولكن 10 جنيه اوفر قوي قوي. هل هو علشان دي تاجر السعادة هو اللي بيعملها فعلشان كده ب10 جنيه الواحدة؟ انا شايف ان هي من رأيي الشخصي برضو الذي ليس له اي قيمة اللي هي 10 جنيه غالية جدا جدا عليها، ولكن كطعم والبندق والكلام ده تمام، هي طعم حلو جدا جدا وفعلا شوكولاتاية محترمة جدا وفعلا تاخد مثلا 9.5 من 10 او 9 من 10، ولكن السعر لا مش عاجبني بصراحة. يعني دي بصراحة اخرها 7 جنيه 8 جنيه وكده، يبقى انا كده ايه مزودها قوي، لكن مش 10 جنيه خالص. فبس دي كانت الشوكولاتايه اللي تاجر السعاده بيقول عليها جربناها. لو انتوا عايزيني اجرب اي حاجه تانية اكتبوا لي تحت في الكومنت، وطبعا ما تنساش طبعا الفولو علشان نوصل ل 100,000 في اقرب وقت، واللايك والشير طبعا، وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم. شجع منتج بلدك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.